الدولة ستتكفل باستحداث مباني وإقامات جامعية خاصة بالطلبة والطالبات المتزوجين. نعم. هنا الطالب هذا اللي يجيب 30,000 دينار 3 ملايين، والمرأة والطالبة تجيب 3 ملايين، يقدروا يديروا علاقة شرعية على سنة الله ورسوله ويتزوجوا. هنا حصلنا المجتمع المعرفي، وخلينا الطالب الجامعي نتاعنا يعيش المرحلة نتاع المراهقة نتاعه في الحلال أولا بما يرضي الله والرسول، ثانيا بما يحفظ حرمة الجامعة وحرمة المجتمع الجزائري، يعني ثالثا في إطار من بنوع من المرافقة والمتابعة من الجهات المختصة.